سلام، مرحبا متابعيني الأعزاء. موضوعنا اليوم جميل جدا وغريب، يحتاج منك أن تدرك وتكون واعيا في المواضيع التي سنتحدث عنها اليوم. سنتحدث عن الأبعاد الروحية الأربعة التي يدت في تعاليم اليوغا والتأمل سابقا. لن أعطيك معلومات لكي تحفظها في عقلك، وإنما سأعطيك أشياء يمكنك أن تراها فورا بعينيك وتسمعها بأذنيك. فقط كن واعيا معي في الأبعاد هذه الأربعة التي ستعطيك حقيقة ستغير نظرتك وفهمك وإدراكك نفسه. حتى عندما نتحدث عن العقل، يجب علينا أن نعرف أن العقل هو ليس الدماغ. 2. العقل هو الأرشيف للدماغ نفسه، وليس الدماغ نفسه وإنما بالجسد بالكامل. العقل بالجسد بالكامل. ستستطيع أن تفهم معي ماذا أقصد عندما تتبع معي هذا الفيديو إلى النهاية. البعد الأول من العقل يسمى بوري. بوري تعني الفكر. كم من أشخاصنا اليوم تراهم يقولون فكري هو الصائب، ومن يخالف فكري فهو مخطئ. ترى شخصا آخر يقول فكري أنا هو الذي هو صائب، ومن يخالف فكري هو مخطئ. وترى أن العالم تقريبا في هذه الأجواء، فكري هو الصائب ومن يخالفني هو مخطئ. حتى نتمكن من فهم لماذا يحدث ذلك، يجب علينا أن ننتقل إلى البعد الثاني من العقل لنحل هذه الرموز. البعد الثاني من العقل يسمى أهانكارا. أهانكارا تعني الهوية. لكي أفسر لك الآن الهوية، سنضع لها كلمة محفز لكي يسهل فهم هذا البعد الثاني. لن يكون لشخص فكر إلا إذا تمسك بهوية أو محفز. فترى مثلا العالم يقول أي شخص يخالف مفاهيمي فهو مخطئ وعلم زائف. فالعالم هنا لديه هوية أو محفز، وما هو؟ هو العلم. ترى شخصا آخر مثلا في مجال ما يقول من يخالف مفاهيم أن المال هو سر السعادة فهو مخطئ. فترى أن له هوية مرتبطة بها تجعله يرى أن المال هو سر السعادة. وقد فسرنا سابقا، قلنا هو من أجواء المرح والاستمتاع. 3. ترى شخصا ما يقول أن أي شخص يخالف مفهومي وفكري وإدراكي ومعرفتي فهو إنسان جاهل. فترى أن ذلك الشخص نفسه لديه محفزا ما بداخله يجعله يرى أن أي شخص آخر يخالفه جاهل. لديه هوية أوريدي مرتبط بها. ترى شخصا مثلا لديه منصبا عال فيتصرف بشخصية التي تلائم ذلك المنصب، والتي بدورها تلائم المجتمع الذي به لكي يكسب الاحترام. فذلك التصرف كان مبنيا على هوية العمل. سنغوص أعمق فلا تحكم من الآن. فعندما يتصرف بتلك الهوية هو أوريدي متصل بها، لن يخالفها. وإن خالفها شخص ما سيقف له أمامه لكي يريه الحقيقة من دون ذلك، وهي ليست حقيقة وليست صواب، ليست صحيحة وليست خطأ. الاتصال عامل الهوية والمحفز هنا. فترى الطبيب أحيانا يفرض على ابنه أن يكون هو أيضا طبيب لتمكن المحفز أو الهوية من الطبيب نفسه. الطبيب نفسه يحفزها بداخل ابنه لينشر نفس الفيروس بدل تنوع الإبداع والتخصصات. فترى أن الطبيب مهما بلغ من العلوم ومن المفاهيم لا يزال يعيش بين هذين البعدين. وهنا لا أقصد أي طبيب معين أو عالم معين، وإنما نتحدث الآن بشكل عام. فترى أن أي شخص يخالف هو خلاف فكر. فترى شخصا عجوز مثلا مسن 60-70 سنة يرى أن أي جيل يأتي بعده فهو جيل فاسد. ليس لأن الجيل فاسد، وإنما العجوز لم يتمكن من فهم هوية الهوية والفكر بداخل قرصه. فالفكر هو القرص والهوية بداخل القرص. فيرى أن أي شخص خالف جيله وأجواءه التي هو بها
فهو فاسد بغض النظر، حتى وإن كان ذلك العجوز يعيش في فساد الروح وفساد المعارف التي اقتناها بداخله. فترى أن عجوزا عندما يصل إلى 60-70 سنة يصبح ظهري، رأسي، يدي، دراعي، قدمي، بطني، صدري، كذا. فيصبح يعيش دورة ذلك الإنسان المريض، بداخله كثير من هذه الأمراض والعجز، وحين لا يستطيع أن يجلس على كرسيه. ولكن هذا هو بدوره نتائج مفاهيمه نفسها. فترى شخصا آخر في نفس السن في مكان آخر، تراه رشيقا يمارس تمارين اليوغا، لا يستطيع أن يمارسها شابا آخر أقل منه بعشرات السنوات. تراه يتسلق، يقرأ كتبا، يتعلم، يتحفز، يدخل في أشياء، يغير فكرة، يتناغم. ولكن ترى ذلك الشخص مختلفا كليا لاتصال نفس فكره الأول، ويريد أن يطبقه حتى وإن كان فكرا فاسدا. فمن هنا تستطيع أن ترى أن الرجل العجوز حتى إن بلغ تلك السنين وارتدى رداء الحكمة ووضع كل أساليب الملامح الخارجية، هذا لا يعني أنه في عالم السمو والحكمة والمعرفة، وإنما أحيانا يعيش في فساد الذات. مهما ظهرت الملامح الخارجية، ستخرج الملامح الحقيقية في أول نقاش مع ذلك العجوز. وهذا ليس الرجل المسن فقط، وإنما أقصد كذلك حتى الأشخاص الآخرين. لا هنا لا أستثني شخصا معينا، وإنما ضربت مثالا. فترى أبا أو أما عندما يفعل ابنهم وخصوصا ابنتهم خطأ ما، يأتون إليهم: لقد شوهتم سمعتنا، ماذا ستقول الناس عنا، ماذا سيقول فلان عنا، ماذا سيقول. فتراهم لا يركز، اسمع، تراهم لا يركزون على مشكلة الشخص أو الخطأ الذي قام بفعله، تراهم يركزون على هوياتهم المتصلة بالناس. فترى فساد الروح أحيانا في أولئك الذين أنجبوا أشخاصا ولا يزالون يعيشون في مرحلة المراهقة حتى وإن كانوا والدين. فترى سمعته متصلة بالعالم الخارجي، هو لا يرى إلى ماذا فعل الابن لكي يصحح له، وإنما يرى أن الخطأ الذي قام به الابن سيسبب له سمعة الناس، يهرب الوالدين من تلك الشكل ومن تلك المشكلة، فيعيشون في مشاكل لأن ربطوا شخصيتهم، آسف على الكلمة، بالناس، فليس لديهم شخصية هنا. لا تراهم يعلمون أبنائهم التفوق لأجل أن يكون متفوقين، وإنما لتخرج بتلك الكراسة أو المذكرة: انظر ابني ماذا حصل، انظر ابني ماذا حصل. تجد الأب يفتخر ويشعر بالسعادة عندما يحقق ابنه إنجازا، ويشعر بالتعسف والكره والاكتئاب عندما يفشل ابنه. فمن الجميل أن يكون بين الأم والأب إلى الابن حبا غير مشروط، وبين الأبناء والبنات إلى والديهم حبا غير مشروط. وقبل أن ننتقل إلى هذا، بين الزوجين نفسهم، كيف علاقتك مع زوجتك؟ قبل أن ننتقل إلى الأبناء، هل لديك مفاهيم الرجولة والسيطرة على زوجتك؟ هل أنت لديك مفاهيم الكبرياء للنساء على زوجك؟ أم بينكم حبا غير مشروط وتناغم؟ وعندها فكروا أن تنجبوا شابا. وهنا أنا لست مثاليا، عندما تحدث أنا لست مثاليا. يمكنك أن ترني أستمع إلى موسيقى هادئة في السيارة، وتسمعني أستمع إلى موسيقى راب وأجواء جميلة بصوت عالي، يمكن أن تراني أجلس في الطبيعة هادئا متأملا، أو أقفز مثل الأطفال. علمت أساليب المثالية والهوية هذه تسبب دمار الذات. الفيديو القادم سيكون عن مفهوم المثالية، لأنه مرتبط بهذين البعدين. فترى أحيانا أن في الجدالات بين الأشخاص، هذا يقول أنا الصائب، وجدالات ومناظرات وما تسمى وإلى آخره. هذه بالضبط من تمكن من وصول إلى مراحل حدة الإدراك لتمكن من الرؤية. فتراهم الاثنين لا يتناقشون كإنسان وإنسان، وإنما بفكر، وبداخل الفكر هوية، كل يريد أن يثبت أنه على صواب. ولهذا السبب أغلب النقاشات لا تصل إلى نتيجة،
أو إلى حقيقة، تراهم يتجادلون حتى نهاية النهاية بدون الوصول ولا أي نقطة. ولهذا السبب عندما تأتي إلى شخص يتظاهر بالحكمة وبالفهم وتسأله وتقول له أنا أشعر بالإيجابية وبالسعادة وبالفرح هنالك شأن تحدث في حياتي أشعر بالفرح، فيقول له الحياة ليست بها سعادة، الحياة ليست بها سعادة. وعندما يصاب نفس الشخص الذي سأل بمشكلة ما أو قلق أو اكتئاب ويأتي ليسأل نفس الشخص فيقول له يا أخي تفاءل، تراه في البداية قال له أن الحياة ليست بها سعادة وثم تفاعل. ترى تضارب الفكر هنا وترى انعدام الإدراك والحكمة الأزلية ومفاهيم المعرفة الحقة. ولهذا السبب نرى مثل هذا التضارب، وناس تعيش ولا تعرف لماذا تعيش، وناس تتظاهر بالعقلانية وبالمثالية وبداخلهم تمني أن يعيشوا مثل الأطفال ومثل الأصغار مثل الصغار، يعيشون تجربة الحب بكامل إدراكها، يعيشون تجربة السعادة أو المرح واللعب بكامل إدراكهم حتى وإن بلغوا من تلك السن، يعيشون تجربة الفلسفة والمعلومات وغيرها في مفاهيمها التي يكون فيها مفاهيمها وانضباطها، فلا تتصل بهوية معينة لأنك أنت بنفسك ستخالف نواياك الداخلية، وهنا ستلعب بين القطبين، ستستمر بالعودة إلى القرص السابق ولم تخترق ولا أي بعد آخر حتى تنتهي حياتك، انتهت حياة الكثيرين بهذه الأجواء. وكذلك ترى شخصا ما في منصب معين يتصرف بشخصية كاريزمية معينة تلائم ماذا؟ الهوية أو المحفز، أي العمل الذي يعمل به، فتراه يتصرف بشخصية معينة وكذا وأنا وهادي وكذا وهادي و... ولكن من بين كل ما سردناه الآن في البعد الثاني هذا، بمجرد أن تسقط الهوية التي ربطت نفسك بها ستموت معها، إن ماتت الهوية أو المحفز ستموت أنت معها. لهذا السبب نرى كثير من الأشخاص يضيعون في الكون الآن، ويضيعون بين الأطباء النفسيين، ويضيعون بين العالم وبين الناس وبين هذا، ويبكون طوال الليالي. ربط نفسك بهوية معينة بدل فهم ذاتك سيولد مثل هذه المفاهيم، وهذه المعلومات قديمة جدا أتت في الحكم القديمة، ليس شيئا جديدا أقوله لكم الآن، هو لب المعرفة لمن أراد المعرفة، هو لب سرك طريق الحياة والوعي والتنوير لمن أراد الوعي والتنوير. ومن هنا سننتقل الآن إلى البعد الثالث، والبعد الثالث يسمى مناس وتعني صومعة الذاكرة، وهذا البعد نفسه لديه 8 أبعاد، وهي الذاكرة الأولية، الذرية، التطورية، الواعية، اللاواعية، الكرمية، القابلة للتعبير، الغير قابلة للتعبير. وهنا كم نرى من أشخاص يلعبون في مفهوم العقل الباطن، العقل الواعي، تن 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 تن، وهم لم يتجاوزوا حتى البعدين الأولين، هنا هم لم يتجاوزوا البعدين الأولين ولم يفهموهم، وهنا برمجة العقل كثير من الأشخاص يجدون فيها مشكلة، وهنا أحيانا لتشبت الفكر وتشبت الهوية، فحين البرمجة تساعد على تشبت الفكر أكثر والهوية أكثر. لهذا السبب كثير من الأشخاص الذين يتحدثون عن مثل هذه المواضيع، برمجة العقل الباطن، العقل الواعي، كما قلت في الحلقة السابقة إن شاهدتموها، أنها سعادة مؤقتة تأتي للإنسان ومن ثم تختفي هذه السعادة المؤقتة ليستمر في عملية البروسيس نفسها في الارتقاء، فهنا يضيع لأنه أصبح يعلم الناس بتلك السعادة المؤقتة التي أتت، علمتم؟ فهنا أحيانا كم من شخص يعلم في مثل هذه المواضيع بنظرة واحدة تستطيع أن ترى فساد الإدراك هنا وفساد حدة البصيرة والرؤية، تجده يتحدث عن ما يتمنى. البعد الثالث ماذا يقصد به بهذه الذاكرة التي تحدثنا عنها؟ هي الذاكرة التي بداخل ذلك الجسد، وهو الذاكرة الوراثية. تستطيع أن ترى أن لون عينيك، لون بشرتك، أنفك، شكل فمك، شعرك، جسدك، طولك، قصرك، هي من عوامل وراثية. أنت ربما لا تستطيع أن تتذكر جدك أو جد جد جدك أو إلى آخره، ولكن ترى أن بعض ملامح جسده عليك كالأذن مثلا أو لون العين أو شكل الرأس، وهذه الذاكرة بالجسد
أنت لا تحتاج أن تصل إليها أو تستطيع أن تحفظها مثلا. أنت لا تحتاج أن تجعل جسدك مثلا من السن 3 سنوات أو حتى عندما تولد إلى سنك الآن، أنت لم تقل لجسدي يلا أكبر، يلا يلا أكبر. هو بدوره ينمو ببروسس معينة، لديه ذاكرة أوريدي بداخل الجسد، ينمو طبقا لهذه الذاكرة. أنت لا تحتاج أن تتعلمها أو تحفظ ما كذا، وإنما هي أوريدي موجودة هذه الذاكرة. وهنا أيضا حتى الأمراض الوراثية، أنت لا تحتاج أن تعرف إن كان فلان مريض بكذا، فالأمراض الوراثية ربما تأتي عن طريق، وهذه من جزء من الذاكرة، وهذه من ذاكرة الجسد نفسها. فهنا نستطيع أن نفهم أبعادا عميقة لمفهوم العقل والذاكرة. علمتم؟ هذه نقطة مهمة وجميلة يجب علينا أن نقف فيها ونفهمها، وهذا ما يسمى بالبعد الثالث بشكل مختصر وبسيط. البعد الرابع يسمى تشيتا، وتعني pure intelligence، الذكاء المحض. وهنا يمكن للإنسان أن تقول له أنت الآن تعيش حياتك، أنت الآن استيقظت، أنت الآن عمرك 1 للتو، كأنك للتو ولدت، أنت الآن أصبحت ترى بحدة إدراك، أنت الآن يمكنك أن تفهم كثير من الأشياء، يمكنك الآن أن تتعامل مع مختلف الناس من مختلف الناس، وتستطيع أن تدرك الفكر الذي به قرص واحد، وتتجاهل أحيانا النقاش معه، لأنك كأنك تتحدث مع صخرة لن تنفتح هذه الصخرة مطلقا. وتستطيع أن تدرك من يود أن يتعلم ويأخذ نصيحة أم لا. وهنا تستطيع أن تطلق مفهوم السعادة ومعنى السعادة، تستطيع أن ترى بحدة. وهنا عندما نتحدث عن البعد الثالث الذي قبلها التي تحدثنا عنها، الذاكرة الجسدية، العينين بدورهم يمكن أن تكون لهم ذاكرة. أنت الآن لنفترض مثلا أنت الآن انظر إلى أي شيء بجانبك، الطاولة مثلا أو الكرسي، أنت لا تحتاج أن تعرف أن هذه طاولة وهذه كرسي، لأن بدورك في عينيك لديك هذا المفهوم، رأيتها وأخذت لها اسم، طاولة، كرسي، حيط، أسف، جدار، مثلا تكييف، ترية أو ترية أو لا أعلم بالعربية الفصحى، لا أعلم، ترية التي فيها الضوء، مثلا مدخنة، صالون. أنت لا تحتاج أن تفكر عن هذا، عينيك أوريدي أصبحت ترى مثل هذه الأشياء وتنظر، ويمكن أن تنظر على أشياء وتبرمجها على أنها شيء رائع. عندما تنظر إلى فكر أشخاص أحيانا تراه محدود، ولكن ربما عينيك قد أدركت في تلك اللحظة أنه فكر رائع وواعي. هنا في البعد الرابع تشيتا تستطيع أن ترى للأشخاص نظرة مختلفة بدون حكم مسبق، تنظر فورا شمة واحدة تعلم أين يسبح ذلك الفكر لذلك الشخص. علمتم؟ وهنا تستطيع أن ترى هل تتحدث مع ذلك الشخص بمفاهيم وترى أنه فكر واعي وفكر متفتح تتحدث معه في كثير من المفاهيم، أم مجرد حجرة وهو إهدار للطاقة حتى الحديث معه. والبعد الرابع هو الأكسس into consciousness، ربما نقول مصدر الدخول إلى أجواء الوعي. فكم من أشخاص لم يجتازوا البعدين الأولين ويتحدثون عن الوعي. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد فتح عيونكم. شكرا جزيلا متابعين الأعزاء، سلام.